قولي في البداية بقى السؤال العام عن المراكز البحثية، تعرفها ايه يا فندم وهي دورها ايه، بتعمل ايه بالظبط؟ اتفضل يا دكتور. يعني المراكز البحثية اللي حضرتك يعني أطلقت عليها فكرة السينك تانك، هي أقرب لبنوك تفكير، هي مصانع فكر. دورها عدة مهام رئيسية، جزء منها مرتبط بترشيد السياسات العامة. احنا يعني السياسات العامة عشان نوضح للسادة المشاهدين، بنتكلم مثلا عن السياسة الصحية، السياسة التعليمية، السياسة الدفاعية، السياسة الخارجية، السياسة الاقتصادية. يعني إلى أي مدى تقترب السياسة الاقتصادية لدولة ما من الرشادة أو لا تقترب. وبالتالي دور مراكز البحث والتفكير اللي هي بتطرح بعض السياسات أو بتطرح بعض البدائل على الجهات أو المؤسسات المعنية داخل الدولة للأخذ بها. هناك دور آخر يرتبط بزيادة وعي الرأي العام بظاهرة أو مشكلة، زي ما جاء في تقرير التلفزيون المصور مثلا، أحد الظواهر الاجتماعية اللي بتبرز. وما تيجي تشوفي حضرتك يعني الجدل العام حول هذه المراكز ليس حديث النشأ. تيجي تشوفي مركز زي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ده بدايته من سنة 57. يعني المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، يعني احنا بنتكلم حوالي مركز منذ ما يقرب من 61 عام. دوره تشخيص لبعض الظواهر الاجتماعية اللي موجودة في المجتمع المصري. وأحد الأدوار اللي بيقوم بيها على سبيل المثال في مؤتمر سنوي بيتم تنظيمه حول بالاستعانة بسواء مجموعة الباحثين داخل المركز أو باحثين من الخارج، بالتشارك أيضا مع بعض الجهات المعنية. هناك أدوار أيضا لتلك المراكز، دور مثلا زي اللي بيعمله مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اللي هو زيادة حجم المعرفة العلمية في مجالات مختلفة. ودي بتظهر مثلا في حجم الإصدارات اللي بتخرج من أتون هذه المراكز، لأن المراكز دي كأنها بتطلع قماش، قماش هذه المراكز هي المنتجات العلمية، سواء كانت إصدارات اللي احنا بنقول عليها دوريات. طيب أنا هرجع لحضرتك وأعرف بقى القماشة دي بنستخدمها إزاي مجتمعيا والدولة بتستخدمها إزاي، بس حسب